مقولة الشهيد سيد قطب عندما قال إن الذي يعيش لنفسه قد. نحن اليوم أمام ثلة من أسران البواسل يخوضون بأمعائهم الخاوية وإرادتهم الصلبة وإيمانهم العميق بعدالة قضيتهم رفضا لمثل هذا الإجراء الصهيوني السادي الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يراعي سن هذا المعتقل سواء كان شابا أم طفلا أم كاهلا، كل الفلسطينيين مستهدفين أمام هذا الإجراء التعسفي الصهيوني بحق الفلسطينيين صباح مساء. لمن غاب عن ذهنه ليعلم أنه منذ العام 2000 فقط قد صدر بحق الفلسطينيين أكثر من 26,000 قرار اعتقال إداري. أكاديميين وأطباء وحقوقيين ووزراء وبرلمانيين وحتى عامة الشعب. والأسيرات ما زالوا يرزحون تحت نير الاحتلال. وما رسالتنا إلى الجميع، أولا إلى المنظمات الدولية التي تدعي صباح مساء بأنه إلى جانب الضعفاء والمظلومين، أين أنتم مما يحدث في داخل سجون الاحتلال الصهيوني والعذابات والآهات التي يتعرض لها أسرنا البواسل داخل سجون الاحتلال لليوم 42 مزيدا من الألم والجوع والمعاناة والمرض لأنس شديد وأحمد أبو فارة ومجد أبو شملة وحسن ربائعة، والقائمة تطول. أين أنتم يا أهل المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية؟ رسالتنا إلى الكل الفلسطيني بأنه لا يجب أن يترك هؤلاء الأسرى يواجهوا مصيرهم وقدرهم وحدهم في مواجهة الاعتقال الإداري. مطالب الكل الفلسطيني بأن ينضوي ويلتف حول مطالب أسرانا البواسل المطالب العادلة. كذلك رسالتنا إلى النشطاء والحقوقيين والأكاديميين وأهل الإعلام الحر والمقاوم بأنه يجب ألا تتركوا أسرانا البواسل. نطالبكم بتسليط مزيدا من الضوء. التوجه أو التباطؤ والتلكؤ في عدم التوجه للمحافل الدولية، محكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية، مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كل هذه المؤسسات الدولية الوازنة، التباطؤ في التوجه إليها يعني أن هناك أسرى آخرين سيرتقون شهداء، ويعني أن الاحتلال سيواصل إجرامه بحق أسرانا الأبطال في داخل السجون الصهيونية. التحية لكم، التحية لأسرانا لأسيراتنا.